صباحك يا هادي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، وانت كيفه؟ تمام، دائما نقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتم رافقيننا بصباحنا لليوم. بدايه يوم جديده واسبوع جديد يحمل لكم كل الخير الصحه والسلامه، ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر والرزق الكريم، وهيك نشوف تحسين على جميع الاوضاع، والله يحمي سوريا. اكيد بدي ارجع لعندك يا هايدي. اكيد، صباح الخير من جديد يا رشا، وصباح الخير لكل حدا انضم لصباحنا. بدايه يوم جديد وصباح جديد، ان شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير والصحه وراحه البال. ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات بنتشاركها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. هادي، بأولى فقراتنا الطبية حنروح لنحكي عن نزلات البرد والإصابات الفيروسية اللي بتصيب الصدر بفصل الشتاء. اليوم نحن الكل ملاحظ أنه نحن ما عم نثبت على طقس ثابت، يعني عم نعيش اليوم بأربع فصول، أحياناً الصبح عم يكون شوب وبنهار شوية برد. هذه التقلبات بالطقس عم تأثر على جسم الإنسان، عم تأثر على مناعته، وهذا الشيء بيؤدي أنه الفيروسات بتقدر تهاجمه بكل بساطة وتسبب له بعض الحالات الفيروسية الصدرية. صحيح يا رشا، يمكن بهي الفترة دائما من السنة مثل ما ذكرتي مع انخفاض درجات الحرارة عم نشوف دي عم بيكون في قريب، بنقول موسم اللي قريب، نزلات البرد والرجح اللي ممكن تكون موجودة، أو حتى الالتهابات، القصبات والأمراض التنفسية والصدرية يلي ممكن تصيب أي حدا فينا. ولأنه صحتكم بتهمنا مشاهدينا، دائما بنختار تكون فقرتنا الصباحية الأولى عن المواضيع الطبية والصحية، لنعرف أكثر مشاهدينا شو هي أكثر الأمراض التنفسية الشائعة خلال فصل الشتاء وكيف ممكن نعالجها. تفاصيل طبية مهمة مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو، الدكتور مازن قصيباتي، اختصاصي بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. دائما بفصل الشتاء بتتكرر هي الحالات عند الكل، يعني ما حدا مستثنى منا اليوم، ولكن خلينا نروح من حضرتك لأكثر الحالات شيوعاً يلي بتصيب الإنسان بفصل الشتاء. شكراً للإخبارية السورية، شكراً لكم. أهلا وسهلا، لإتاحة الفرصة اللطيفة. الصباح الحلو، الصباح خريفي بالجميل، حلو. يسعد صباحك حكيم، أهلا وسهلا فيك. هلا إحنا وقت بنقول شتاء في عنا ثلاث شغلات، في عنا الهواء البارد، الهواء المتحرك، والشمس. مشكلتنا بالهواء البارد جو شديد البرودة، وبالتالي البرد لا شك كل الدراسات بالعالم بتقول كثير بيأذي الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. وقت بتحكي على الهواء المتحرك بسبب العواصف، بسبب انخفاضات الجويه، معناتها احنا عم نحكي على انتشار الفيروسات، لانه الفيروسات التنفسيه تنتشر بالهواء. كلياتنا بنعرف انه الفيروسات عائلات، في فيروسات هضميه بتنتشر عن طريق الجهاز الهضمي، في فيروسات تنفسيه بتنتشر عن طريق الهواء، وبالتالي وقت بيكون في هواء شديد ورياح شديدة بفصل الشتاء، فهذا حيخلي الفيروسات تنتشر أكثر وأكثر وأكثر. ما ننسى الأغبرة كمان، الأغبرة حتحمل معها كثير من المشاكل اللي بتأذي الجهاز التنفسي. الشمس غايبة بفصل الشتاء، أو يعني فترة الشروق للمغرب قليلة بالنسبة، النهار قصير والليل طويل. الشمس كلياتنا بنعرف إنه بتقتل الجراثيم وبتقتل الفيروسات، وقت بتكون غايبة وبالتالي هذا حيساعد لانتشار الفيروسات بشكل كثير كبير. ولا ننسى انه احنا الشمس عن طريقها بناخذ فيتامين د، اكيد، وبالتالي وقت بيقل فيتامين د عندنا بجسمنا، معناتها كما تفضلتي حضرتك المناعه حتتاثر، وبالتالي حيصير في عندنا امراض تنفسيه مختلفه. بنبلش اذا حبيتي بالجهاز التنفسي العلوي. الجهاز التنفسي العلوي بنبلش بالسيلان الانف العادي، رشح العادي. نعم. بعدين ممكن بعض الناس اللي تكون مناعتهم شوي ضعيفة بننتقل للإنفلونزا القريب، وبتقول قريب معناتها احنا في عنا أعراض، في عنا رشح، في عنا سيلان، ببلش الجسم يتعب وينهار ويصير في توعك وآلام بالعضلات، هذا بنسميه مثل ما حضرتك تفضلتي القريب. هلا المناعة كمان تعبانة، مريض بيدخن، مريض عنده سكر، عنده ضغط، مناعته مالها كويسة، صار عندنا شيء بنسميه التهاب الأصابات الحاد، الفيروسات نزلت للجهاز التنفسي السفلي وعملت للمريض سعال شديد. نعم. مع قشع، مع ألم بالصدر، مع ضيق تنفس، وبعض المرضى اللي هن اللي بنسميهم مرضى الخطورة العالية، هدول ممكن إنه يعني أحيانا يحتاجوا مستشفى. إذا الفيروسات انتقلت للرئة فصار عندنا ما يسمى بذات الرئة، اللي هو مرض يعني بده علاجات خاصة وبده عناية خاصة.
وبالتالي كل هالسلسلة من الأنف للرئة كلها ممكن تكسر الإصابة فيها بفصل الشتاء. تمام دكتور، خلينا نركز على موضوع الجريب، وهلأ بهي الفترة بنسمع كتير عن حالات رشح عن جريب، والناس بتلجأ يمكن مباشرة للعلاج المنزلي إن كان من خلال المسكنات أو يمكن الليمون. طب خلينا نوضح أكثر، هل نحن لازم نلجأ بس هيدا العلاج أم لا نحن لازم نروح للدكتور لأنه يمكن يكون مؤشر لمرض تاني؟ خلينا نوضح هاي النقطة. حسب شدة الأعراض، حسب نوعية المريض. في مريض اللي مناعته كويسة، ما عنده أمراض يعني مزمنة، ما عنده أمراض بتثبت المناعة، مثلا إذا كان مريض عنده كانسر، عنده سرطان، غير مريض بصحة جيدة، العلاجات الخاصة النوعية المكثفة بتكون بهدول الناس اللي هن سميناهم مرضى الخطورة العالية. الأشخاص العاديين علاجاتهم علاجات عرضية، باراسيتامول، سوائل، فيتامين سي، راحة بالبيت، بتكون كافية إنه تقضي على الجريب. طيب دكتور، بما انك من خلال حديثك ذكرت انه نحن حسب الاعراض وشده الاعراض ممكن نحن نلجأ حسب نوعيه المريض، حسب تمام. طيب المريض. اليوم نحن يعني كثقافه توعويه، اليوم شو هي اهم الاعراض اللي ممكن تخلينا نعرف انه نحن اليوم بحاجه لطبيب وعندنا مشكله بالجهاز التنفسي؟ الاعراض اللي انا بدي استنتج من سؤالك الاعراض الخطيره. نعم، الاعراض الخطيره هي الحراره العاليه اللي ما عم تتحسن على اي نوع من أنواع خافضات الحرارة، السعال الشديد، ضيق النفس اللي ممكن توصل المريض أنه هو إحساسه بالاختناق ويصير عنده نقص بالأكسجين. هي أعراض خطرة. إيمت ممكن تبين على المريض دكتور؟ يعني يبين المريض مريض عم يعاني، بيقول لك أنا عندي ضيق نفس، أنا ما عم بقدر أتنفس، أنا سعالي شديد لدرجة أني أنا عم بحس حالي عم بختنق. فالمريض بيعبر عن هالشكوى بهذه الطريقة، فترة الاحتضان لظهور هي الأعراض للفيروس. حسب المريض، في ناس الفيروسات بسرعة بتروح، في ناس بدها أسبوع لحتى تظهر وتتفاقم عنده، حسب قديش هو تعرض. كم يعني هلأ أنا وقت بيكون العدوى عندي بمكان مغلق، ليش الشتاء فيه مشكلة؟ لأنه الناس كلياتها ترجع بيوتها بكير، يقعدوا بغرفة واحدة غالباً اللي فيها يعني جهاز التدفئة، وبالتالي إذا واحد كان مصاب فبيصيب بكل الأطراف، أفراد العائلة، وخاصة الأطفال. الأطفال بيروحوا على الحضانات، الطفل حامل للفيروسات أكثر ما بيصاب. أكثر من الدراسات إنه اللي بيشتغلوا برياض الأطفال وبالمدارس اللي تهتم بالأطفال، هدول العاملات والأطفال هن أكثر ناس بيصابوا، بيحملوا الفيروس بيصيبوا أهلهم، وبالتالي الأماكن المغلقة بفصل الشتاء هي فرصة إنه الفيروسات تنتشر بسرعة. تمام دكتور، نحن بنعرف إنه بتكتر الأمراض التنفسية بهذا الوقت، وإذا فينا نقول أنواع عديدة لهي الأمراض التنفسية. طيب خلينا نحكي بشكل خاص عن الالتهابات الرئوية، شو أسباب الإصابة فيها أكثر؟ مين هنون الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة، وكيف نحن قادرين نعالج هذا الموضوع؟ وقت الفيروسات أو الجراثيم بتصل للرئة، معناتها وسائل الدفاع الذاتية المناعية عند الإنسان ما كانت شغالة بشكل صحيح. هلا احنا بنعرف انه الانف بيشتغل شوفاج بالشتاء وبيشتغل كونديشن بالصيف، وبالتالي مسؤول الانف على تدفئه الهواء بالشتاء وتبريده بالصيف. في اليه موجوده بالانف دون ما ندخل بتفاصيل معقده. في شيء بالجهاز التنفسي اسمه الاهداب التنفسيه، شكلها مثل بالمجهر تحت الميكروسكوب، شكلها مثل فرشاه الاسنان، مثل امواج البحر تتحرك تطرد المفرزات من 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 عمق الرئه للجهاز التنفسي العلوي. وقت بتتعطل هي، وقت بتتعطل معناتها الفيروسات قدرت تصل او الجراثيم قدرت تصل للرئه، وبالتالي صار في عندي التهاب بالنسيج الرئوي. هذا اللي بيعمل ضيق النفس، بيعمل حراره العاليه، اللي بيخلي احيانا الجراثيم تنتشر بالدم. في ناس بيتجرسم دمهم بسبب انه هالجراثيم فاتت للجهاز للدم وعملت لهم تجرسم دم. في ناس بيموتوا من ذات الرئه، خاصه الناس اللي بياخذوا علاجات كيماويه، الناس اللي عنده سكر ما له ظابط ما بياخذ علاجه، عنده ضغط، عنده مشاكل بالقلب، هدول الناس الاصابه الجرثوميه او الفيروسيه بتكون قاتله احيانا،
تكون قاتلة أحيانا وخطرة جدا. شفنا كتير حالات وفاة دكتور بسبب ذات الرئة يعني، وخاصة ضمن السنوات السابقة، وكونه ذكرنا ذات الرئة اليوم عم نحكي نحن مو إنفلونزا عادية، اليوم في درجات بالخطورة يعني. طيب اليوم وقائيا نحن إنفلونزا في يعني بنعرف وقائيا كيف نحن قادرين نحمي حالنا وأطفالنا، ذات الرئة هل وقائيا نحن قادرين أيضا نتجنبها؟ طبعا أنا خليني أخذ هذا الثالوث، الهواء البارد علاجه التدفئة المناسبة. تمام، الهواء المتحرك علاجه أنه أنا وقت بدي أطلع من بيتي بدي أخذ كل وسائل الوقاية، ما أتعرض للهواء المناطق العواصف اللي فيها عواصف. التغذية الجيدة كتير مهمة، مثل ما قلت التدفئة، الإكسار من السوائل. في دراسات على الفيتامين د يتاخذ بفصل الشتاء أكثر من غير فصول، لأنه بيرفع المناعة، لأنه مثل ما قلنا فيتامين د ما موجود في نقصات كل السكر، فممكن الغذاء يكون غني بالفيتامين د. الألبان الأجبان كلها هي غنية بالفيتامين د. الوسائل الوقاية الفردية، غسل اليدين، حط كمامة، ما نقعد كثير أماكن مغلقة. وآخر شيء واللي هو أهم شيء اللي هو غالبا ما الناس عندها خوف منه اللي هو اللقاح، لقاح الانفلونزا. يعني هذا صار معتمد عالميا بكل الكره الارضيه، كل المراجع الطبيه الحديثه بتاكد على لقاح الانفلونزا. تقصد الموسم الانفلونزا دكتور؟ تكسين. هذا لازم يتاخذ ببدايه الخريف. بسوريا الخريف ببلش بايلول. هلا هالسنه ما لنا بنعرف ايمتى ببلش. يعني الفصل يعني الخريف غالبا بايلول ببلش، وبالتالي المفروض يتاخذ هذا اللقاح. هذا اللقاح بيعمل وقاية لشيء سميناه بزماننا انفلونزا الخنازير، والفيروسات الانفلونزا اللي هي فيروسات قاتلة، ما لها فيروسات حبابة. في فيروسات حبابة حميدة بسيطة، في فيروسات قاتلة. هذا الوعي بلقاح الانفلونزا، الناس دائما عم تربط بينه وبين لقاح كورونا، ولانه لقاح كورونا عمل بعد شوي يمكن دكتور بسيطة. لانه الناس بتخاف انه بتكثر الاصابات، يعني حدا بيقول لك انا اخذته وصار عندي نزلات كثير. هذا كثير يعني دعايات شعبيه ضد اللقاح. الشغله الثانيه، لقاح بيسموه لقاح المكورات الرئويه، لقاح جراثيم الرئه، هذا لازم يتاخذ كل 10 سنين للناس اللي هنا عاليين الخطوره، ناس فوق 65 سنه، ناس عندهم كانسر، ناس عندهم قصور قلب، الاطفال ممكن ينعطوا لعاليين الخطوره، عندهم مشاكل، عندهم تلاسيميا، عندهم سكري، عندهم امراض مزمنة. دمويه مزمنه. وبالتالي اللقاح بضل يعني هو العلاج الدوائي الواقي، اللي خليني اقول انا اكثر من 90%. نعم. ومثل ما قلنا وسائل الوقايه الفرديه هي بقى بتكمل المشهد المناعي الوقائي اذا صح التعبير. تمام، خلينا كمان نوضح بعد يعني سلوكيات خاطئة ممكن يرتكبوها الأشخاص وتسبب مشاكل اليوم بالجهاز التنفسي عند الناس. خبرنا أكثر، ممكن يكونوا هنون طول الوقت تحت المكيفات أو ينتقلوا من جو دافي لجو بارد، قد في أثر سلبية اليوم على صحة الجهاز التنفسي؟ طبعا، وخاصة حضرتك إذا تفضلتي موضوع المكيف، اللي بيسوق سيارة وبيشغل الشوفاج مباشرة، فهو عمليا عم بيدفع لجهازه التنفسي أغبرة وهواء ساخن. أنا بقول دائما أنه لازم تفتح الشبابيك فترة 5 دقائق 10 دقائق قبل ما تشغل. المكيفات اللي تشتغل على التدفئة كمان هي فيها مشكلة كتير كبيرة، الفلاتر ما مننظفها إلا نادرا، يعني ما عندنا هالوعي أنه هذا الفلتر لازم كل شهر ينفك يتنظف. احنا شعب كتير شعارنا الحب مسالم دكتور مسالم، وبالتالي ما بنشوف بعض بنبوس بعض على طول شغلة البوس والتقبيل. يعني هي قضية عن جد فعلا مشكلة كتير كبيرة، لأنه 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 بتصير عدوى مباشرة، خصوصا إذا في أطفال كمان. أنا بقدر أعبي عن محبتي لشخص دون يعني ما يعني يقوم بعملية التقبيل. قضية هي شغلة كتير مهمة جدا جدا، اليدين اليدين اليدين، نظافة الشخصية، الكحول أو سبيترو، وأحسن شيء للإيدين هو الصابون. يعني قديش إحنا ممكن نستهتر بهالقصة، بناكل سندويشة دون ما نغسل إيدينا، كتير شغلات بنعملها دون ما ننتبه. أكيد دكتور، هي إجراءات جدا بسيطة نحن قادرين، يعني ما حدا ما حيقطع بإنفلونزا بقريب خلال الشتاء، ولكن يعني خليها تكون بدرجة خفيفة. شكرا دكتور مازن لحضورك اليوم، وبالصحة والسلامة لحضرتك ولكل المشاهدين أكيد.
شكرا لكم. شكرا لك دكتور ولكل النصائح الطبيه اللي قدمتها لليوم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا. خلينا هيك نروح معك هايدي ومع المتنبئ لنشوف طقسنا حيثبت او لا. اكيد فورا لاتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف عم بتكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات استاذ، صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان، خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه ودرجات الحراره، وكمان سمعنا انه رح يكون في منخفض اليوم ورح يستمر ليوم الثلاثاء، شو صحه هيدا الموضوع؟ خبرنا تفاصيل اكثر عن الايام القادمه. تكرم عينيك، بدايه صباح الخير جديد لك لزميلتك لفريق العمل للاخباريه السوريه. بالنسبه لحاله الطقس خلال 24 ساعه وفكرة عن الأحوال الجوية خلال هيدا الأسبوع، هلأ نحن اليوم من نهار السبت بداية هيدا الأسبوع بإذن الله رح يكون عنا أول منخفض، رح يكون هيدا المنخفض مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، ببلش خلال ساعات المساء والليل بدءا من السواحل السورية بهطولات مطرية، ولكن قبل وصول هيدا المنخفض رح يكون في عنا حالة عدم استقرار ضعيفة هي اليوم كمان بتأدي هطولات مطرية بالنهار بالساحل ناتجة عن تسريب تيارات غربية رطبة إلى المنطقة. بشكل عام الأجواء رح تكون صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول خلال ساعات بعض الظهر والمساء إلى أجواء عم تكون غائمة خصوصا بالمنطقة الساحلية، لتصبح الفرصة مناسبة لبدء هطول الأمطار بالشريط الساحلي وتمتد خلال ساعات الليل ويوم بكرة إلى المناطق الشمالية الغربية من البلاد. الهطولات عم تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحوال. هذا المنخفض بيستمر معنا حتى منتصف هذا الأسبوع حتى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. ذروته عم تكون نهار الأحد بالليل ويوم الاثنين. الأحد بالليل بتكون الأمطار عاصفة وشاملة في أغلب المناطق، ولكن المناطق الأكثر احتمالية للهطل المطري عم تكون الساحل الشمال الغربي، أجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة. فرص الهطول بتكون بأغلب المناطق، العاصمة دمشق ومحيط العاصمة دمشق احتمالية الهطول فيها عم يكون أقل من باقي المناطق. الحرارة في عليها انخفاض بشكل تدريجي ورح تصل حرارات أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق، ورح تكون الأجواء بشكل عام بالليل أجواء نسبيا ورح تكون أكثر برودة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية واحتمال تشكل ضباب ساعات الليل والصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية. احتمالية تشكل الضباب هو نهار السبت والأحد والاثنين في نشاط على سرعة الرياح، ولكن أكثر المناطق النشاط اللي عم يكون فيها هو المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلية. نهار السبت الأحد والبحر خفيف ومتوسط ارتفاع الموج، ممكن تجاوز ارتفاع الموج ببعض الأحيان المتر يومي الأحد والاثنين، يعني منخفض جوي متكامل العناصر مرتبط بكتلة هوائية باردة بيأثر على المنطقة. احتماليته وفعاليته الجيدة جدا عم تكون على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة والوسطى، بيأتي إلى هطولات مطرية ينتج عنها سيول خاصة بالمناطق المنخفضة بالوديان والمنحدرات. والأجواء الباردة رح تكون بالليل بأغلب المناطق، ولكن المناطق الأكثر برودة رح تكون المرتفعات الجبلية، على الرغم من أنه رح نلاحظ أجواء باردة خلال ساعات الليل والنهار نتيجة الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة خلال هيدا الأسبوع. الرياح بشكل عام عم تكون لليوم شرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الطيفة والمعتدلة. عم تتغير نهار بكرة وبعد بكرة لحتى تكون غربية إلى جنوبية غربية بالمنطقة الساحلية بالشمالية غربية بالجنوبية، بينما تبقى شرقية إلى شمالية شرقية بالمنطقة الشرقية والجزيرة. أهم التحذيرات خلال هيدا الأسبوع نتيجة تأثرنا بهيدا المنخفض، بنحذر من تشكل السيول خاصة بالمنطقة الساحلية بسبب غزارة الهطل المطري يومي الأحد والاثنين، من الأجواء الباردة ليلا خاصة بالمناطق الجبلية، من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل ضباب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية. درجات الحرارة المتوقعة لليوم دمشق 22-10، القنيطرة 19-6، قلمون 15-5، درعة 22-12، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-8، بالحسكة منطقة الجزيرة 21-11، الساحل السوري اللاذقية طرطوس 22-15، بالشمال حلب وإدلب 23-10، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 24-10، بالبادية مدينة تدمر 22-9. بشكل عام الحرارة عليها انخفاض مثل ما ذكرت، اليوم رح تكون قريبة من معدلاتها وتمر بالانخفاض حتى تكون الأجواء الأكثر برودة هي نهار الاثنين وحرارات أقل من المعدل،
مع ذروه هيدا المنخفض يكون الانخفاض هو الاكثر حراره، ولكن بالمطلق راح نلاحظ هيدا الاسبوع اجواء بارده بمختلف المناطق حتى نهايه الاسبوع. بتبلش الاجواء من الاستقرار اعتبارا من يوم الاربعاء القادم باذن الله، بتضل اجواء من الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام. في فرصه بتضل للهطل المطر خفيفه بالساحل واجزاء من المنطقه الوسطى والشماليه والجزيره، ولكن حرارات راح ترتفع بشكل طفيف بس بتضل حول المعدل او ادنى من معدلاتها بقليل لمثل هيدي الفتره من السنه. شكرا كثير لك استاذ حسان الجدي لانه دائما بتوافينا بكل التفاصيل عن احوال الطقس، واكيد الله يبعث الخير للجميع. شكرا لك. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الثانية، وأكيد لمشاريع الهاند ميد في حصة ضمن صباحنا مشاريع الصبايا والسيدات. واليوم معنا مشروع لسيدة بإعادة التدوير، هي مدربة بإعادة التدوير كثير من الأمور أو الأشياء الموجودة عندنا من البيت القديمة، نحن قادرين نرجع نخلق منها شكل جديد بأفكار جديدة وإبداعات جديدة. قد إيه حلو هيك يا رشا؟ قديه حلوه هاي الفكره هذه، وخاصه بالظروف يعني الحاليه، يعني اليوم قديش في ناس راحت لاعاده تدوير القطع اللي عندها، في توفير يمكن اكثر بحاجه تمام. اليوم لحتى نوفر شوي بالمصروف اكيد يعني، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن مشروع يعني خلينا نقول باب رزق لمعظم اصحابه، عم بيعلموا وعم يشتغلوا وعم بيبيعوا وعم بيكون يعني امورهم خلينا نقول ماشي الحال. اليوم نحن ما عم نحكي بس على قطع، نحن عم نحكي اليوم عن مشروع اقتصادي صغير. رح نروح مع ضيفتنا لنتعرف عليه اكثر، نعرف شو مرحله العمل وهل هو اليوم قادره من خلاله انها تعيش. هدول المعلومات وغيرهم حتعرفنا عليهم ضيفتنا لليوم، وهي السيده هاله المصط، وحضرتها مدربه في اعاده التدوير. سعد صباحك ست هاله، كيفك؟ صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. هلا باللقاء الماضي تعرفنا عنك اكثر وخبرتينا عن الاكسسوارات والشيء اللي عم تشتغلي، اليوم عم نشوف كمان في شيء مختلف. اليوم عم تصنعي قطع من خلال الاقمشه، شو محضرتينا اليوم خبرينا؟ هلا خلال مثلا حياتنا اليوميه يمكن كثير البسه مثلا تتمزق شقفه منها او تتبقع مثلا ممكن نستفيد، فنحن احسن ما نرميها، تنهدر القماشة بتكون أحيانا نوعيتها منيحة ممكن نستفيد منها، أو مثلا قطعة مثلا ملينا منها حبينا نعملها بشكل جديد ممكن نستفيد منه، فممكن نحولها لقطعة نحطها في البيت نضيف فيها شخصيتنا أو نشارك فيها بمعارض، أو ممكن بالمستقبل تصير مصدر رزق لأننا يعني نستفيد منه. ونحن بالمراكز التربوية كتير مندقق على موضوع إعادة التدوير والاستفادة من الأشياء الموجودة عندنا بالبيت أو بالمدرسة، خاصة بهذا الوقت يمكن ما؟ خاصة أنه هلا أي شيء بدك تشتري قماش إكسسوارات ألوان صار شوي مكلف يعني، فنحاول نستفيد من الأشياء اللي عندنا ونكملها بقى. صار كتير مكلف ست هلا. خلينا نروح هيك معك ضمن القطع اللي جايبتيهم حضرتك اليوم ونستعرضهم. يعني اليوم عم نشوف حضرتك اشتغلي قماش. هلا هون قماش ممكن احنا نطبق اول شيء من نعمل التصميم على الورق مشان نعرف كيف نمشي خطوتنا بتكون ظابطه، فنقطع مهم مثل ست اجدادنا جداتنا كانوا يعملوا هالاشياء القديمه وتراثنا، انه مثل قماش يضبطوه مربعات بنركبهم مع بعضهم بعدين بنثبتهم على الخلفيه بالوان متناسقه وظابطه. هي ممكن نحطها مثلا قطعه على طاوله او على مثلا تليفون، قطع طاولات او شيء او هيك. اوكي، وهدول كمان هي مثلا هون بيختلف، هون تكوين انا مثلا بصمم تكوين واحد بخيلته بعدين بيقص الوان قماش متناسق الوانه، بيعمل منه تكوين لوحه كمان بتحولها لوحه ممكن يعني نشدها نصمدها كلوحه او نحطها. كيف ممكن نستفيد منها كمان على الطاولات، او كيف ممكن نستفيد من هدول الاساس؟ نعم، كيف ممكن نستفيد منهم هدول؟ هلا ممكن نحطهم مثلا مثل ما قلنا غطا طاوله، او نحطهم مثلا على الكنبه، او نحولهم للوحه، او نحولهم لشنطه اذا انا اشتغلتها ممكن بعدين ادرزها كقماشه وحتى لركب لها ايد. عم نشوف كثير الشنط، شنطه شغل ايدي بتكون حلوه مثلا. هاي القطعه كبيره، امسكي هاي دي. هاي بقى هي بقى مثل غطا طاوله بقى نظامي. هيدي غطا طاوله بس حلوه الوانها يعني. هون اشكال هندسيه حاولت ادخل مربعات واشكال هندسيه. حلوة يعني. هاي القطعة قد ايه بتاخذ معك وقت ست هلا؟ هلا هي بدها وقت منيح، فأنا بحاول دائما كل وقت فراغي اشتغل وارجع مثلا كل ما احاول انه الاقي شوية وقت كل فترة اشتغل فيها، فأخذت معي يعني
يعني شي شهر تقريبا. كانك مشاركه بمعرض فيها. اي اسمك شاركنا بمعرض فيها على القطع ابره وخيط وخلايا نحل. كمان في هدول الشموع كمان خلينا نحكي عنهم كمان قد ايه بدك وقت لحتى تعمليهم قد ايه ممكن كمان احنا نستفيد منهم. هلا الشموع ممكن نشتري هذا الشمع الابيض العادي او اذا احنا استعملنا الشمع البقايا بناخذها بنجمعها. في لهم روايح معينه؟ هلا انا هون ما حطيت لها انا روايح بس تقدري انت تضيفي اذا هدول اصنصات الروايح بعد ما ندوب الشمع بنحطه معه. فنحن بندوب الشمع وبنجيب قالب. نحن ممكن نستفيد بالعلب البلاستيك اللي عندها او كاسه المي البلاستيك كقالب ونصب بنحط الاشياء اللي نحطها بقلبها. انا حطيت هون صدف صدف وحجر من شاطئ البحر. قد ايه ممكن تضل هي شغاله؟ ممكن وقت طويل بدي لانه هي حدوب بالنص وترجع بعدين بس تطفيها بترجع تجمد الشمع. وبعدين انا عم دوب هون حطيت لها شوي لون من الوان الباستيل قطعه صغيره اذا بدنا نلونه. هون حطيت ورد مجفف قطع ورد مجفف. عم نحكي على قطعة شمع تاني حتى اليوم ما في حصة إله فكرته. خلينا نحكي عن هي القطعة يعني اليوم الهدف من إعادة تدويرها يعني. هلا هون صحن قديم فأنا حبيت إنه أحسن ما أرميه أو حتى فأوحالي شكله أنه ممكن أنا عندي ألوان تيب مثلا هدول أو ألوان توليب بيسموها برسم رسمة بس ممكن أي رسمة أنا أختارها بعدين بنلونها بألوان الزجاج وإذا ما عندي ألوان زجاج ممكن أنا ألوان الأكريليك أو ألوان المائي مثلا أعمل طبقة وثبتها بلكر طبقة لكر مشان وقت الغسل ما تروح. يعني هلا هدول كمان الجزادين معمل لهم إعادة تدوير. هدول كيف كانوا مثلا؟ هلا هي قماش كانت قماش سادة فأنا حاولت استفدت من اكسسوارات شنطة قديمة كمان اكسسوارات شنطتي إذا نرمي أي شنطة تمزقت أو انتزعت ممكن ناخذ الاكسسوارات قبل ما نكبها يعني فنرجع نعملها مثلا نصمم نحن قماشة نقطبها على إيدنا أو عند بأماكن الخياطة ونركب الاكسسوارات عليها بتطلع قطعة حلوة ممكن نستفيد منها وتخدمنا بحياتنا اليومية. طيب ست هلا اليوم دائما المشاريع الصغيرة اللي بتحتاج لنزلي على السوق وانك تشتري مواد أولية وتسوقي وإلى آخره يمكن تكون مكلفة على صاحب المشروع يعني وهذا الشيء عم يخليه انه يزيد بعض الأسعار. اليوم نحن عم نحكي عن مواد أولية متوفرة بالبيت. خلينا من خلال حضرتك هيك نشجع على هذا المشروع الجميل لكن للناس اليوم في صعوبات ضمن هي هذا العمل أو لا؟ لا هو ممكن واحد اي شيء مثلا بيشوفه مثلا ببيته مثلا قبل ما يرمي بحاول انه هيك يفكر فكره يحاول يلاقي له فكره يجمعهم مثلا اذا ما مثلا بينت معه الفكره فورا ممكن يجمعهم بقرنه بالبيت مثلا مخفيه وطالع مثلا بس خطط على باله اي فكره طالع يحاول يستفيد منهم كقماش كاكسسوارات كشمع ورق مثلا الخيطان اي شيء ممكن يستفيد شيء بتوفر خلينا نقول يعني ما شيء بتوفر فهذا اكيد اناني البلاستيك ممكن نزينها اناني المي مثلا ومشوفه كثير بنحطها بقلبها ورد حتى بتصير غازات بقلبها ماده بتيب ما بقى شو بالصين اسمها كتثبيت حضرتك هذا الاسمنت او الماده البيضاء الجبصين تمام. وحضرتك مدربة إعادة تدوير بتدربي اليوم بهيدا المجال شاركتي بمعارض شاركتي أو كتير متواجدة بمراكز معينة خبينا تفاصيل أكثر عنها. أنا بدرس مراكز تربوية الفنون التشكيلية بدمشق التابعة لوزارة التربية فنحن عنا طلاب كتير بيجونا على المركز. نحن بنعتمد كتير على تدريب الطلاب على إعادة تدوير وبالإضافة للرسم والنحت والموسيقى حتى إعادة تدوير بطي الورق الأورغامي فدائما بيجوا على طلاب نحاول ندربهم إعادة تدوير القماش وهذا ففكرتنا الرئيسية بتعتمد على هذا الشيء بالإضافة للرسم فمحاول دائما نعلمهم كيف يستفيدوا من الاشياء وما يرموها ويحسوا بقيمتها ويحولوا الاشياء جميله ممكن يستفيدوا منها ببيتهم او بحياتهم او يشاركوا فيها بمعارض او لوحات ازرار مثلا كمان ممكن نضيفها لوحات الخرز عم شوف كثير قصص يعني مشغوله بالازرار يعني مشكلين لوحه كامله من ازرار ملونه عاملين هيكل وجهها وهيكل ورده وعاملين تشكيل من ازرار. اليوم هل الاطفال لهم دور بهذا التدريب ست هاله؟ اكيد لانه هو هيك بياثر على شخصيته بيعلمه كيف يصبر بيعلمه كيف يشغل مخه باشياء مفيده يحول الاشياء لاشياء ممكن يستفيد منها بتنمي له شخصيته بتعلمه على التعاون بتعلمه على اداره المشاريع
تمام، يعني يمكن وصلنا بزمان المفروض يكون عند كل سيدة أو صبية مشروع تقدر تبلش من خلاله، ولكن إذا عم نحكي عن إعادة التدوير وكل صبية حابة إنه تبلش بهيك مشروع، شو هي النصائح اللي ممكن تخبريها؟ هلا اهم شيء انه تحدد مثلا انه هي انه تحاول تلاقي وقت، خاصه ربات البيت يعني في عنده شويه وقت، احيانا تحاول توفر شويه وقت مع انه مشاغل حياه كثيره، فبنحاول نلاقي وقت مثلا نستفيد منه، ونحاول نلاقي افكار، نتابع شوي على البرامج الميديا مثلا ممكن تستفيد من الافكار كمان وتحولها لواقع مثلا وتستفيد منه، وأفكار جديدة ممكن توظفها بالبيت أو تحولها ل مثلا مهنة ممكن تستفيد منها. طيب ست هلا هيك نروح لأخيرا لموضوع التسويق اليوم، هل عم تعتمدي بس على المعارض أو المعارف أو لا عم تشتغلي سوشيال ميديا، عم تنزلي شو عم تشتغلي، عم تشجعي على هذا البرنامج؟ هلا أكيد بعتمد أول شيء أنا كطلاب مثلا نعلمهم هالشغلات هي، وكتسويق بنعتمد نعمل مثل صفحة منزل أعمالنا فيه على الفيس أو على المواقع موقع معين مثلا إذا في عادة تسويق أو فيه تسويق الموقع، ورفقاتنا مثلا بنخبر بشوف أعمالنا إذا حبوا بياخذوا فكرة. عندك صفحة لشغلك خاصة فيكي؟ هلا حاليا لسه ما عملت إنه بس بنزل على صفحة الفيسبوك لأنه يمكن اليوم التسويق اليوم مهم من خلال التسويق مهم كثير. التسويق يعني السوشيال ميديا صار يعني صرنا نحن نشتري القطع النت وآخر شيء كثير عم بيلعب دور كثير كبير التسويق. مفيد كثير وبيختصر الوقت. اكيد ست هلا نحن بنتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل لحضرتك ولكل السيدات اللي بلشوا هيك مشروعا بمجهودهم الخاص وبامكانيات جدا قليله. شكرا لك ست هلا واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي. اكيد مشاهدينا مكملين معكم ورح ننتقل لثاني تقاريرنا لليوم، واختتي ما في مناره حلب القديمه في السبع بحرات مهرجان الطهيه السوريه التي اقامته الامانه السوريه بالتعاون مع مؤسسه الشيف السوري بهدف إعادة أحياء المطبخ التراث السوري ونشره في جميع أنحاء العالم. تفاصيل أكثر في التقرير التالي مع زميلنا أنس رمضان. في منارة حلب القديمة في السبع بحرات مهرجان الطهي السورية التي أقامته الأمانة السورية بالتعاون مع مؤسسة الشيف السوري. بدأنا رحلة مهرجان الطهي السورية من محطة حلب، من أقدم مدينة مأهولة في السكان بالتاريخ، رسالة إلى أنحاء كل العالم، المطبخ الحلبي السوري هو أشهر مطابخ العالم، كان وما زال. مهرجان طهي السوري التراثي الفكرة منه هو بالأساس إعادة إحياء التراث ونشره في أنحاء العالم. هاي الفعالية هي لإبراز مواهب سيدات في المطبخ التراثي، وأنتم معكم خبر أنه المطبخ السوري عمره آلاف السنين، 10,000 سنة، فهذا المطبخ السوري فيه تنوعات جديدة وكبيرة جدا ودخل إلى العالمية اليوم، وهو في مصاف أهم المطابخ بالعالم. يسعد مساكم من مهرجان الطاهية السورية، المهرجان الأول، المهرجان التراثي للطاهية السورية، بدينا فيه بحلب وإن شاء الله مكملين معكم بباقي المحافظات بالأيام الجاية بإذن رب العالمين. المهرجان الذي استمر 3 أيام شارك فيه 80 سيدة طاهية قدمنا المئات من المأكولات التراثية السورية بالتزامن مع معرض تذوق للأكلات السورية المتنوعة والتي تشتهر بها سوريا على مستوى العالم. مشاركتي كانت كثير خبرة جديدة لألي، وكنت من زمان كثير وقت أتفرج على برامج التوب شيف كان عندي حلم يصير عندنا مسابقة بسوريا بهالمستوى وأشارك فيها، فكثير سعيدة أنا أنه وقفت قدامك شيفية كبار وأخذت خبرة كبيرة منهم. أهمية المشاركة أنه نشر الأكلات القديمة التراثية ونوزعها لكل العالم، خلي كل العالم يتعلموا ويعملوها. مشاركة هون بالمهرجان بثلاث أطباق اللي هنن كبة مشوية بفريكة وكبة عدس وأكلة كتير قديمة وللأسف انقرضت بمدينة حلب اللي هي الكسابية،
وبتمنى انه هالمهرجان هذا يكون يعني بوابه لحتى نرجع الاكل اللي كثير مفيده وكثير طيبه. الامانه السوريه للتنميه ومؤسسه الشيف السوري تهدفان لاعاده احياء المطبخ التراثي السوري ونشره في جميع انحاء العالم، لا سيما ان الموروث الغذائي التراثي السوري يشكل علامه فارقه واصبح مقصدا للجميع. أنس رمضان، الإخبارية السورية، مدينة حلب. قد عم نشوف مناظر يعني تدمي القلوب، عم نشوف على ان كان على وسائل الاعلام او على السوشيال ميديا مناظر الحرب والدم، واليوم اطفالنا هنن عم يشوفوا هي المناظر. وحسب الاحصاءات النفسيه او الاستشارات النفسيه دائما بيقولوا انه الطفل هو اكثر عرضه للاصابه بحاله ما بعد الصدمه. اليوم الطفل عم يشوف هي المشاهد بس هو ما عم يعرف ليش يعني، او ما عنده هذا المعنى ليعرف هذا المشهد كرمال شو عم بصير يعني. للاسف في رشا، يمكن اذا الكبار يمكن عم تتاثر اليوم، فما بالك عن الاطفال بعمر صغير يلي عم بيشوفوا هي المشاهد ان كان عبر التلفزيون او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما الاطفال فئه حساسه وبيأثر فيهم أي شيء، ويمكن نحن صعب نفهمه لأنه نادراً أنه هنون يعبروا عن الشيء اللي عم بيحسوا فيه. لنعرف أكثر تأثير هي الأمور وهي الاضطرابات على الصحة النفسية للأطفال وكيف ممكن نعالجها كرمال ما تكبر هي المشكلة معه وتكبر معه بالمستقبل وتأثر على شخصيته، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشارية النفسية ولا لحلح. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم المشهد العام يعني عامل صدمة للكل، يعني إن كان الأخبار اللي عم نسمع أو المناظر اللي عم نشوفها، يعني الكبار صغار اليوم حدا مستثنى، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن فئة أقل إدراكا لما يحصل. خلينا نروح معك، شو هي الاضطرابات، المفهوم الاضطرابات النفسية بداية؟ بالبداية الاضطرابات النفسية هي حالة نفسية، حتما هي الحالة رح تأثر على سلوكياتنا، على مشاعرنا، على تفكيرنا وعلى طريقة تعاملنا مع الأمور، وممكن كمان تسبب صعوبة بطريقة حياتنا اليومية. يصير عنده هذا الشخص اللي عم يعاني من اضطراب نفسي معين يصير عنده صعوبة بالتعامل حتى مع ظروف حياته اليومية مع نفسه. طبعا هاي الاضطرابات بتختلف من شخص لتاني حسب حدة هذا الاضطراب، وكمان حسب المدة الزمنية اللي هي أخذ منحة من شخصيته ومن نفسيته هذا الاضطراب النفسي، يعني حسب طول أو قصر هذا الاضطراب، وكمان حسب الظروف النفسية والشخصية والاجتماعية والمهنية لهذا الشخص نفسه. فالاضطرابات النفسية بتشمل كتير من الأمور مثل ما ذكرنا، هي بتختلف من شخص لتاني، هي ممكن تكون مؤقتة لفترة قصيرة أو ممكن تكون لفترة زمنية طويلة. من هدول الاضطرابات مثلا عندنا التوتر والقلق، يعني بعض الأشخاص ممكن تعاني من التوتر الكبير، الخوف بطريقة مبالغ فيه. ليش؟ نتيجة تعرضه للصدمة معينة، ممكن لا سمح الله تكون هي الصدمة كارثة طبيعية أو أحد مشاهد الحرب أو أحد مشاهد الدمار لا سمح الله، وممكن تكون هي تعنيف أسري في مرحلة الطفولة. كمان النقطة الثانية اللي هي ممكن تكون أحد الاضطرابات النفسية اللي هي الاكتئاب بكافة أشكاله، إن كان بداية اكتئاب أو اكتئاب متوسط أو اكتئاب شديد. فهي الأعراض بتختلف ما بين بداية الاكتئاب للاكتئاب الشديد، لكن بالمجمل الاكتئاب بصير عند الشخص حالة من فقدان الشغف، فقدان الأمل، أفكار سلبية بترافقه، أفكار سوداوية بتحيط فيه، وممكن هذا الاكتئاب يؤدي فيه لاضطراب ثاني يتحول لفوبيا اجتماعية أو عزلة اجتماعية. فمنلاحظ هذا الشخص وخاصة إذا كان عم يمر بظروف سلبية بشكل يومي لا سمح الله، يعني مثلا الأشخاص اللي عندهم ببلادهم حرب فهن بشكل يومي عم يتعرضوا لضغط نفسي، عم يتعرضوا لمشاهد صعبة، لمشاهد قاسية. فهدول الاضطرابات رح تتحول مع الوقت لصعوبة بالتعامل مع الآخرين، وممكن تؤدي لفوبيا اجتماعية وصعوبات بالتأقلم مع الآخرين. وكمان من أحد الاضطرابات اللي ممكن تأثر على شخصية الإنسان يلي هي الوسواس القهري. بالمجمل الوسواس القهري اللي هو تكرار كلمات معينة أو تكرار أفعال معينة لفترة مؤقتة لكن قد تطول فترة الوسواس القهري. يعني مثال، بعض السيدات أو ستات البيوت ممكن يكون عندهم وسواس قهري، وسواس نظافة،
يعني بتقول لك انا صح مسحت هاي الطاوله بس بدي ارجع عيد مره ثانيه، يمكن لسه ما نطفت. فهي تكرار لسلوك او تكرار لكلمات معينه. وكمان هي الاضطرابات ممكن تتحول على المدى البعيد لاحد انواع الفصام، يلي هو هذا الشخص بصير بحاله بينه وبين نفسه، بفكر بالواقع اللي عم يعيشه وبقارن بالخيال يلي هو بده اياه، بالخيال الجميل يلي هو راسمه بينه وبين نفسه. فهي الاضطرابات بتختلف مثل ما ذكرنا حسب الظروف النفسية وحسب البيئة الحاضنة والبيئة الاجتماعية لهذا الشخص نفسه. بالتالي البيئة المحيطة رح تأثر بشكل كتير كبير، إما لتطور لا سمح الله أحد أنواع هاي الاضطرابات أو للحد منها وطريقة العلاج والتعافي من هذا الاضطراب. أكيد. ويمكن نتيجة لهي الاضطرابات عم بيصير في عنا آثار سلبية وانعكاسات على الأطفال. بنسمع عن أطفال كتير ممكن يصير عندهم مشاكل بالنطق، التأتأة والحبسة الكلامية نتيجة الخوف اليوم من أي ظرف ممكن عم يمروا فيه. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. هلأ بالنسبة للمشاهد الصعبة أو المواقف المؤلمة يعني ممكن تأثر هي بشكل عام، إن كان على الأشخاص الكبار بالعمر أو المراهقين فما بالك بشكل خاص على الأطفال. فممكن الطفل ما يكون عنده الإدراك الكافي ليفهم هذا الموقف الصعب أو هي الكارثة الطبيعية يلي صارت، فممكن ببعض الأحيان تتحول وتترجم كردة فعل سلبية عكسية. بلاحظ مثلا على أحد الأبناء، ممكن ابن واحد من مجموعة أبناء، يعني فرضا أنا أم عندي مثلا 3 أبناء، ممكن ابن واحد لاحظ أنه صار عنده نوع من أنواع التأتأة. شو هي التأتأة؟ هي أنه الطفل ممكن يتأتأ بكلمة واحدة، أو ممكن يكون منطلق بالحديث وعم يحكي موضوع معين لو ضمن العائلة الواحدة، هو عم يحكي بهذا الموضوع وقف عند كلمة معينة، ما عاد عنده القدرة أنه يعبر. فهي التأتأة أو المط بالكلمة، أنه يمد الكلمة بشكل مبالغ فيه، هي نتيجة تعرضه لصدمة نفسية كبيرة. مثل ما ذكرنا أنواع الصدمات النفسية ممكن تكون تعنيف أسري، ممكن تكون كارثة طبيعية، أو ممكن مشهد من مشاهد الحرب والدمار. أما الحبسة، الحبسة فهي شو بتصير عند الطفل؟ بتصير كمان حالة نفسية أنه هو ما أنه قادر يعبر بالطريقة الصح عن مشاعره، أو ما أنه قادر يعبر بالطريقة الصح عن الأفكار اللي براسه، أنه أنا في كتير أفكار ببالي بس ماني قادر أعبر عنها بالطريقة الصح. فإن كان التأتأة أو الحبسة أو الخرس المؤقت اللي هو كمان أحد المشاكل النطق، يعني ممكن تواجه الأطفال نتيجة تعرض لمواقف سلبية أو لصدمة نفسية. الخرس المؤقت من اسمه هو مؤقت، فهو بيرافق الطفل لفترة مؤقتة، بس تتم مرحلة العلاج، مرحلة التشافي من هاي الصدمة النفسية اللي تعرض لها الطفل، فهو رح يتعافى من هذا الخرس المؤقت. والخرس المؤقت كتعريف هو انه الطفل بيكون مثلا عم يحكي ضمن موضوع معين او حتى ضمن دراسته، فجأة بتلاقيه سكت وتوقف عن الحكي وتوقف عن الكلام، مثل صدمة نفسية انه انا ما بقى قادر اعبر لا عن مشاعري ولا عن دراستي ولا عن افكاري. فهون دور الاهل كتير مهم وكتير ضروري. في حال الأب أو الأم لاحظوا أحد المشاكل السلوكية النطقية عند حدا من أولادهم، ففوراً لازم هن يكونوا الدور الأول للدعم النفسي لعلاج هذا الطفل، لأنه أي مشكلة بتخص صعوبات النطق إن كان تأتأة أو الحبسة أو الخرس المؤقتية حتماً رح تترافق مع أعراض جسدية وتأثيرات جسدية. يعني ابني لما بيكون بتأتأة رح يترافق معه ممكن احمرار بالوجه، أو ممكن تعرق، أو ممكن حتى هز القدمين، أو ممكن فرك الأصابع، طقطقة الأصابع. فهي التأثيرات الجسدية عم يوضح لك ابنك أنه أنا عندي مشكلة معينة، وخاصة هي مترافقة مع الحديث، فممكن يلجأ للتعويض عنها بالإشارات الجسدية. هون الأهل لازم يحتووا هاي الحالة بالشكل الصح. فرضا ابني تأتأ فأنا بدي صلح له، ما بدي عيد نفس الخطأ اللفظي اللي هو عمله، لا أنا بدي صلح له، ما بدي خليه يضل بمخه وبعقله الباطن أنه هذا اللي عم تعمله صح، أنا بدي حسسه أنه هذا غلط، أنه ما لازم تعمل هذا الشيء. شوي شوي الأهل ممكن يكونوا هنن السند وهنن الداعم النفسي الأول لهذا الطفل، في حال لا سمح الله كانت هي صعوبات النطق متفاقمة، فممكن يلجأوا لأخصائي نفسي أو لاستشاري نفسي أو لطبيب نفسي ليأدرك السبب الرئيسي اللي خلى الطفل يصير عنده حالة سلبية، حالة نفسية ترجمت على هيئة صعوبات تعلم،
طبعا بالمتابعه ما بين هذا الاخصائي وما بين الاهل باذن الله بيتم العلاج وبيتم التخلص من هي الندبه اللي هي ترجمت على هيئه صعوبات نطق او صعوبه في مواجهه الحديث والتواصل مع الاخرين. طيب اليوم هون في نقطه جدا مهمه، ذكرتي حضرتك انه ممكن يترجم ما بعد الصدمه او الاضطرابات ما بعد الصدمه عن طريق صعوبات في التعلم او الخراس المؤقت او اشارات جسديه ممكن يصدرها الطفل كرمال يحسسنا انه هو عنده مشكله معه. ولكن اليوم انا كيف بدي اعرف انه طفلي عم بيعاني من مشكله اذا ما كان عنده هدول القصتين؟ يعني الطفل ممكن شو يعني يتصرف؟ هل ممكن يصير عدواني؟ هل ممكن يصير منعزل؟ يعني يعطيني اشارات اخرى انه انا اليوم طفلي عم يمر بأزمة نفسية؟ للأمانة سؤالك كتير مهم. هلأ الطفل ممكن يترجم لنا هاي الحالة النفسية أو هذا الستريس النفسي، هذا الضغط النفسي اللي عم يعاني منه بعدة طرق. ممكن أنا أشوف ابني عنده قلق بصورة مبالغ فيها اتجاه موقف بسيط، نعم، اتجاه مثلا لا سمح الله مشكلة صغيرة صارت ضمن العائلة، فهو ممكن يعبر بطريقة كتير مبالغ فيها، ممكن يعيط، ممكن يبكي، ممكن كمان تأثر على مشاكل سلوكية. هذا الطفل ممكن يتحول لطفل عدواني، لطفل بحب التعنيف، لطفل بحب أنه يؤذي حتى ضمن البيت، أو ممكن يؤذي حتى أخواته. وكمان ممكن يتحول لطفل انطوائي، لطفل بحب الوحدة، لطفل بحب العزلة، فهي المشاكل السلوكية. وكمان ممكن يصير عنده أرق ليلي أو كوابيس، يعني هذا الطفل لما بيكون عم يمر بحالة نفسية صعبة أو متلقي صدمة نفسية فممكن يصير عنده أرق ليلي أو تترافق بكوابيس، فبتلاقي الطفل ممكن يفيق من نومه لأنه شايف كابوس مزعج. فبالتالي في عدة نقاط تظهر على الطفل لترجم ولتوصل الرسالة للأهل، نعم، أنه هذا الطفل بيعاني من مشكلة نفسية معينة. اليوم يمكن في بعض الأهالي يمكن تكون مشغولة بالحياة نتيجة ظروف معينة، فهنهم بيكونوا تلاقيهم بعاد عن أطفالهم، بعاد عن الشيء اللي عم بيمروا فيه هدول الأطفال. طيب أنا في حال أهملت طفلي، هو كان عم بيمر باضطرابات نفسية أو صدمات نفسية خلال حياته وخلال المرحلة العمرية اللي هو فيها، شو ممكن يأثر على المستقبل اللي عنده؟ هلأ والله سؤالك كتير حلو وكتير مهم، وبحكم الانشغالات وظروف الحياة والضغوط اليومية وخاصة إذا كانت الأم موظفة والأب موظف، فممكن الأطفال يمروا باضطراب نفسي أو بخلل نفسي معين والأهل ما ينتبهوا له أو ما يتداركوا من بدايته. لأنه خلينا نتفق على نقطة كتير مهمة، أي اضطراب نفسي أو أي مشكلة نفسية بالبدايات فهون الطريق العلاج كتير سهل وكتير قصير، بينما تراكم الضغوطات النفسية، تراكم هي الفوبيا، تراكم هي المشاكل النفسية هي حتما رح تؤدي لاضطراب أو أحد أنواع الفوبيا لا سمح الله. ففي حال في مرحلة الطفولة أنا ما انتبهت أنه ابني عنده مشكلة نفسية معينة أو عنده خلل نفسي أو عنده اضطراب نفسي معين، فهي رح تتفاقم أكثر ورح تترجم وتظهر بصورة واضحة بمرحلة المراهقة. ليش؟ لأنه مرحلة المراهقة هي أكثر مرحلة حساسة بحياة الشخص، فهذا الشخص بمرحلة المراهقة رح تظهر بشكل كتير كبير وبصورة كتير واضحة، ممكن تتحول لأحد الاضطرابات النفسية. يعني هذا الشخص بفترة المراهقة ممكن يكون في عنده صعوبات بالتركيز أو صعوبات بالتعلم، ممكن لاحظ أنه هذا الشخص المراهق صار يحب العزلة، صار شخص انطوائي، وكمان حتى على التأثيرات الجسدية. يعني الشخص اللي بيتعرض بشكل يومي أو بشكل شبه يومي لضغط نفسي، لصدمات نفسية، لمشاكل عائلية، هي حتما رح تسبب له إما صداع متقطع ومتكرر أو رح تسبب له تشنجات وآلام في منطقة الجهاز الهضمي، لأنه مثل ما بنعرف أغلب الأمراض الجسدية هي سببها نفس المنشأ. وكمان بعض الأمور اللي ممكن تظهر بفترة المراهقة هي أحد أنواع الوسواس القهري أو ممكن ثنائي القطب لا سمح الله. فهذا ثنائي القطب اللي بيترجم بفترة المراهقة عند هذا الشخص اللي تعرض خلال فترة طفولته وفترة مراحل متقدمة من الطفولة وحتى بفترة المراهقة لإهمال نفسي وعدم رعاية نفسية صحيحة وعدم احتواء من الأهل بكل معنى الاحتواء النفسي، فممكن يتحول عنده يصير عنده ثنائي القطب. ثنائي القطب اللي هو بنلاقيه بندفع، في عنده اندفاع، في عنده حب للتعلم، أو بفترات تانية بمر بحالة من الاكتئاب الكتير حاد.
انه لا بدي ادرس، لا بدي اطلع، لا بدي اكل، فبتكون الامور اوضح وبشكل كثير مفهوم بفتره المراهقه. تمام. لانه هو بيكون قادر يعبر عن مشاعره، عن افكاره، عن الشيء اللي جواته اكثر من مرحله الطفوله. طيب خلينا هيك نروح معك ضمن بعد ما يصير هذا الطفل عنده اضطرابات ما بعد الصدمة، واليوم الأهل أنه يتأكدوا أنه أنا اليوم طفلي بحاجة لمختص نفسي أو استشارية نفسية، خلينا نروح لعندكم على العيادة نشوف أهم الحالات اللي عم تجيكم، كيف عم تتعاملوا مع هذا الطفل اللي هو عنده خوف كتير كبير، شو هي أهم الأنشطة، يعني كيف بتحاولوا، خلينا نتفق على هو عم يمرق بحالة مؤقتة وليس يعني مستمرة. طبعا هلا الطفل اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمه، اضطراب ما بعد الصدمه هو انه الطفل بيضل عايش بالموقف القاسي، بالموقف الصعب، بالموقف اللي سبب له هي الصدمه النفسيه، اللي ترك عنده فوبيا من هذا مثلا ظاهره طبيعيه او كارثه طبيعيه صارت، فاضطراب ما بعد الصدمه بصير الطفل انه لسه عايش بالموقف الصعب اللي سبب له هذا الخلل النفسي، لسه عايش بهديك الفتره، فهو ممكن يصير في عنده اعراض جسديه، اعراض سلوكيه، في حال هذا الطفل لجأ للاخصائي، فهون الاخصائي اول نقطه واهم نقطه هي انه يخليه يعبر بالطريقه الصح، يخليه يعبر عن مشاعره، يطلع الشيء اللي جواته، كرمال هذا الشيء اللي جواته ما يتراكم مع الوقت، لا انا بدي احاول قد ما فيني حسس هذا الطفل انه انا مركزه معك، انه انا مهتمه بمشاعرك، انه انا عم اسمعك بطريقه كثير حلوه. النقطه الثانيه اللي هي الاتفاق ما بين الاهل وما بين هذا الاخصائي او هذا الداعم النفسي، لما بيكون في متابعه بين الاهل وبين هذا الاخصائي، بالتالي هي النصائح اللي رح اقدمها للطفل الاهل رح يلتزموا فيها. مثلا نحن بنحاول قد ما فينا ننصح الاهل بانهم يبتعدوا عن المشاكل أو الخلافات قدام هذا الطفل. ليش؟ لأنه الطفل ذاكرته كتير حادة وكتير قوية ورح تترسخ بعقله الباطن هذا المشهد أو هي المشكلة اللي صارت بالبيت، فما بالك إذا الطفل هو أساساً عم يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، فممكن أي موقف سلبي فوراً يفاقم هاي الحالة اللي عنده. نعم. كمان النقطة الثالثة، أنا بدي اكتشف هذا الطفل شو موهبته أو شو إبداعه. ممكن الطفل يعبر مثلا عن طريق الرسم، عن طريق الموسيقى، عن طريق اي شيء بحبه، يفرغ من خلاله هاي الطاقه السلبيه، المشاعر وهي الافكار اللي جواته. وكمان النقطه اللي كثير مهمه اللي بننصح فيها اللي هي النظام الصحي. ننصح الاهل انه نعم. يتبعوا نظام صحي معين، لانه صحتهم الجسديه لهدول الاطفال حتما رح تاثر على الصحه النفسيه. اكيد اكيد. وكمان بننصحهم، تفضلي دكتوره في شيء لسه حابه تضيفيه؟ اكيد. وكمان بننصحهم للاهل انهم يخلوا ابنائهم يمارسوا اي نوع من انواع الرياضات. الرياضه هي مو بس بتحسن الصحه الجسديه والقوه البدنيه، لا كمان بنفرغ كثير من المشاعر السلبيه، كثير من الضغوطات اللي ما لنا قادرين نعبر عنها. اكيد. بدنا نشكرك كثير دكتوره ولا لانك ضويتي على هذا الموضوع، ولانه فعلا بظل الظروف اللي نحن عم نعيش فيها كل حدا فينا يمكن مر بصدمه نفسيه معينه واثرت على حياته بشكل كبير، فاكيد بالسلامه النفسيه اكيد للجميع. شكرا ان شاء الله يا رب دوام الصحه النفسيه والجسديه للجميع يا رب. اكيد. ودائما نحن بنقول اذا الصحه النفسيه بخير اكيد اجسادنا بخير، لانه اي شيء نفسي عم ياثر بشكل مباشر على الجسد. نحن بدي اتشكر حضورك لليوم وعلى كل النقاط اللي ضويتي عليه هون، وبدي اقول بس نقطه، نحن اكيد عم نمرق بمرحله كثير دقيقه وصعبه بالمشهد العام، لهيك خلونا هيك نخفف قد ما فينا انه هي المشاهد عن اطفالنا. نحن اليوم ما لنا قادرين نفصلهم عن الواقع او نخليهم ما يعرفوا شو عم بصير، ولكن هلا هن بمرحله دراسيه فبعدهم بيكون افضل صحيا جسديا ونفسيا. شكرا لكم متابعينا، وبدي اتشكرك هادي بنهايه صباحنا اليوم. اكيد شكرا كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، المعدة حلا سلمان، وكل الفنيين. لاقونا بكره بنفس الموعد، ضيوف جداد وفريق اعداد جديد، وان شاء الله يا رب مثل ما بلشنا هذا الصباح بالامنيات الجميله يبقى نهاركم حلو مع كل حدا بتحبوه بحياتكم، رزق الكريم وجبران الخاطر. كونوا بألف خير. باي باي. أكيد تبقوا بخير وصحة مشاهدينا. باي باي.